شهادات التخرج في المنام. حلوة حلوة، في تقدم في حياة البني آدم، في علو شأن، وكل ما كان شهادة التخرج أو شهادة التقدير فيها درجات عالية أو فيها أو أنت شايف إن بيتعمل لك حفلة أو حاجة، كل ما كان المكانة أعلى، لأن أصلا المسرح مسرة جاية من المسرة، تمام؟ فهو كله سرور وفرحة وكل، ولما تلبس الشابو دي بتاعت ده كله برضو علو شأن ليك ومكانة اجتماعية وعزة.